مش طبعا مش داله كبيره قوي، انما هي في حدود 5000 الى 7000 مواطن، ومعظمهم الحقيقه تركز خارج العاصمه، يعني في مدن كبيره، مدن كبيره خارج العاصمه زي اوكلاند وزي كرايست تشيرش. فاحنا ان شاء الله نتوقع بالتدريج طبعا اقبالا طيبا من المواطنين. بالتوفيق يا فندم، وبشكر حضرتك وبشكر الطاقم اللي مع حضرتك، وبالتوفيق، واحنا متواصلين مع حضرتك، ولو في اي مشكله فنيه او اي حاجه احنا متواصلين مع حضرتك مباشر ان شاء الله. بالتوفيق يا فندم. نشكركم يا فندم جدا، نشكركم يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. شكرا شكرا سعاده الفيل. شكرا. دلوقتي ابتدينا ان شاء الله بدايه مرحله عمليه تصويت المصريين في الخارج على مستوى العالم. بداية أول دولة بيتم فيها إجراء التصويت هي في سفارة مصر في نيوزيلندا. فروق التوقيت هي هناك دلوقتي الساعة 9 صباحا بتوقيت مصر 10 مساء، ودي تعتبر هي أول لجنة بيتم فتح التصويت فيها المصريين في الخارج. وتباعا في غرفة العمليات في الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرين من الآن حتى انتهاء التصويت تباعا، وفتح كافة المقرات خارج جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله نطلع حضراتكم أول بأول على كل المستجدات. احنا عندنا بث مباشر لمعظم السفارات التي بها كثافات الخاص دول الخليج وروما وفرنسا ولندن وأمريكا، تباعا هنحيط حضراتكم بالمستجدات بشأن تصويت المصريين في الخارج من منطلق الشفافية والإعلان عن كافة الأحداث التي ستجرى خلال عملية تصويت المصريين في الخارج. بشكر حضراتكم، وإحنا من الآن حتى انتهاء العملية مستمرين، وشكرا لحضراتكم جميعا. شكرا فندم.